وده كان أول تحرش في التاريخ. ما تيجي في المغارة ونجيب سارة. احترم نفسك، أنا من مغارة محترمة على فكرة. لو عايز أي حاجة تعال اطلبني من أبويا. خلاص أجي أطلبك من أبوكي في الحال. وده كان أول جواز في التاريخ ضربوا حجرين عرفي واتكلوا على الله. من حجري وبنحبوه في الكهف بنستنوه. من حجري وبنحبوه في الكهف بنستنوه. قول ايه؟ قول ايه؟ ايه؟ انا عايز الميكانيكي يجي يركب ديناصور. 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 اتحرك واجري يا رمان، وتعالى على حجري يا رمان، على حجري يا رمان، تعالى على حجري يا رمان. يجي على الصخور يجي واعمل له خابور. يجي على الصخور يجي واعمل له خابور. يجي يا ربي يا ربي، هو كل يوم غسيل ومسح وكنس وطبخ؟ انا زهقت بقى. انت ربنا ياخدني عشان ارتاح من القرف اللي انا فيه ده. يا ترى مين اللي جاي على الصبح؟ مين؟ يا دفشة بنتي، يا دفشة افتحي، انا صاحبتك توبة. تعالي يا توبة خشي. صباح الخير يا دفشة. صباح النور يا امه. امه يوه، انت لسه بتنضفي لحد دلوقتي؟ اعمل ايه يا اختي، ما البيت كله تراب زي ما انت شايفه. وماله، ما احنا في العصر الحجري، هو احنا حالتنا غير التراب؟ اسمعي، سيبي كل اللي في ايدك ده ويلا. يلا فين؟ على البحيره، الستات كلهم متجمعين، رقص ودلع. وايه يا بنت، فكي من الكابتن اللي انت فيه ده بقى. يا نهار اسود، ده نظره جوزي لو عرف يقتلني. هو جوزك ده مش هيبطل الحكايه دي بقى ولا ايه؟ ايه ده، راجل خانق بصراحه. ما الستات كلها بتخرج يا اختي، هو خايف عليكي من ايه؟ بيخاف عليا من الديناصورات. احنا فين والحاجات دي فين؟ ده احنا في وسط البلد. اهو بقى يا اختي بيغير عليا. ده انت طلعتي عبيطه قوي يا بنتي يا دبشه. جوزك ده اللي عامل فيها بيخاف عليكي، ومقعدك كده في البيت على طول، بيعمل كل ده علشان هو يروح ويجي على مزاجه. ده عايشها بالطول وبالعرض. لا بقول لك ايه يا حبيبتي، انا جوزي راجل مستقيم وما يعملش حاجه غلط ابدا. مستقيم؟ شلاه يا مستقيم، ده خاربها. انت عارفه يا بنتي ده مسمينه ايه؟ مسمينه ايه؟ عندين الكهوف. اخص عليك يا غلط يا اخويا، داير تتعندل على الناس كلها ومش عارف تعمل عنزيل عليا. يا حبيبتي بنتي، يا روحي ما تقطعيش قلبي. ما يستاهلش دمعة منك والله. طب اعمل ايه دلوقتي؟ مش عارفه افكر خالص. لا احنا لازم نشوف صرفه. طب ايه نعمل ايه؟ فكري معايا. نعمل أنا لقيتها. ايه؟ الراجل جوزك ده لازم نعمل فيه ملعوب يعلمه درس يطلع من نفخه كده. وانا عندي اللي هيعمل فيه الملعوب ده. مين؟ ولاد خالتي. عيال ايه؟ دماغهم سم متكلفه، وهيحلوا لك المشكل ده خالص. يا ريت والنبي يا اختي يا ريت. طب بقول لك ايه بقى؟ إيه؟ انا رايحه ادلع نفسي مع الستات شويه على البحيره، وهبقى اعدي عليكي وقت تاني. ماشي ماشي، يلا باي باي. ما تنسينيش والنبي. ما اقدرش يروح الروح، ما اقدرش. يلا باي باي يا حبيبتي، باي باي. يا ستي يا دبشه، انت يا بنت يا دبشه. ايوه يا زلط يا حبيبي. امسكي يا روحي. ازيك يا حبيبتي؟ ايه ده، انت جبت لي هديه؟ يا بنت هديه ايه ده، شويه طوب عشان الجيران يعرفوا ان انا راجل في بيتي. يعني انت كل اللي فارق معاك الناس بس؟ ايوه يا بنت، اهم حاجه عند الناس. وانت تفرقي عندي انت؟ حيالله مراتي. يلا يا بنت بسرعه. طب حس بقى ان انت يعني ما جبتليش هديه، انا عايز اخرج. وتخرجي ليه؟ ما انت عندك كل حاجه في الكهف بتاعك، مش موجوده في اي كهف في الدنيا. عشان نقعد مع بعض مثلا. ما احنا قاعدين مع بعض يا بنت اهو. يا سيدي ضحك عليا بكلمتين، خدني ورا بحيره ورا صخره ورا كهف. يا بنت اخدك ورا يا بنت، انت مراتي، ده انت ناقص تقولي لي خدني ورا مصنع الكراسي. يعني انت مش هتخرجني خلاص؟ يا بنت بخاف عليكي والله، ديناصور يلهفك ان شاء الله، طائر الرخ يرخ عليكي. طب بما انك بقى مش هتخرجني، انا داخله انام. خد يا بنت داخله تنام. ايه؟ انا اصحابي جايين دلوقتي ولازم تعملوا لهم عشاء عشان يعرفوا ان انا راجل في بيتي. مش هعمل حاجه لحد. ده انا سنجاف في البيت بقى. ده انا كلب تافه هفق ماليش اي لازمه في المكان. خش يا بنت اعمل لنا عشا بسرعه. انا متلقحه جوه، لما تعوز حاجه ادهلي. قوم بسرعه. لفت قرف. يا لهوي، ديناصور اجري.
والله العظيم بيمشي بجد، ده باصص لي والله. انت خايف من ده؟ لا انا خايف من ده. اهدى اهدى خلاص، اهدى ما تعيطش خلاص. ثاني ده مندو انتهبل يا ابني، مش انا تاجر ديناصورات قد الدنيا، فبعت الصبح ذكر وانتهى وده الول. بس ايه بقى؟ ايه اتفرجوا بقى على الكهف الجميل بتاعي وشوفوا كل الحاجات اللي مش موجوده في اي كهف. ايه ده؟ الله يا ابني اللعيبه. ايه ده؟ ايه الحاجات دي كلها يا؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ ايه البتاع ده؟ ده كرسي. كرسي؟ اه. ده انا بقعد عندي في الكهف على حجر لحد ما خلاص اتشلفط. وايه ده؟ دي حاجه اسمها اباجوره، بيبقى في حاجه اسمها لمبه بتنور عن طريق حاجه اسمها سلك زي ده. سلك؟ اه. لا يا عم انا مش فاهم الاباجوره دي يعني ايه. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ ايه ده؟ انت متخلف يا. لو تلاحظ يا هطل هتلاقي دي شبه دي، صح؟ اباجوره برضو. توأم يعني دول؟ اه توأم. بقول لك ايه؟ ايه؟ ايه دي؟ دي قصريه يقعد عليها. يا عم ما انت موضب كل التوضيب ده، مش عارف تنحر الكهف. حاجه بسيطه يعني. تعالوا لي هنا، تعالوا لي، تعالوا. ايه في ايه خير؟ ها ها جبتوا المزات؟ اه جبنا المزات وجبنا ميه بحيره 8%. تعال تعال. ايه؟ بصوا بقى، انا بره البيت عنتيل لكن جوه البيت برميل. ها أه؟ طب انت موطي ليه؟ ما عشان اي حاجه عاديه نقولها فوق، لو في حاجه فيها قله ادب ولا حاجه نقولها تحت عشان المدام هتشعوطني. اه بقول لكم ايه، انت قلت لي ان انت هتجيب هنا خبره ونسوان. انا عايز نسوان. انت قلت لي هتجيب لي نسوان. انت انا عايز نسوان. ده ايه ده؟ ده اللي هنتعشى بيه. ده هناكله؟ ايوه هناكله. انت اصطادته ازاي ده؟ اصطادته كان ماشي مع قطيع شكله كده بالحربه وحدفتها عليه وجبت اصطادته هناكله بقى. يا ابني ده صفيف قوي، ده يقف في زور. خلاص ناكلك انت. ده انا اتغشى بيك قبل ما تتغدى بيا. ايه ده؟ اه تاكلني انا؟ اه هاكلك. يا جدعان صلوا على النبي، كل ده عشان تاكلوني؟ نعمل ايه؟ صلوا على النبي. ده وقت وكلام في اللي انت بتقوله ده؟ ده عصر اتقال فيه الكلام ده؟ يا ابني ما اتجنناه، الله يخرب ولا يفوق يالا. يا مؤاخذة ولسه الأنبياء ظهرت يالا. بقول لكم ايه؟ ايه ايه؟ ايه؟ أنا عايز أدخل الحمام. ده عبيط يا ابني، ما دي حاجة عادية، إيه قلة الأدب فيها عشان نقولها تحت؟ لا ما أنا لما أدخل الحمام هقلع سلبوطة فهتبقى فضيحة. طب بقول لكم ايه؟ ايه؟ بلاش نعمل الحركة دي كتير عشان لو عيل صغير عدى ورانا مش هيحصل كويس. زي ما بقول لك كده. لا لا ناخد ركز بقى في تفاصيلنا. تمام. ركزوا بقى يا جماعه واتفرجوا على الكهف الجميل بتاعي وشوفوا خيرات الله. الله الله الله. ايه ده بقول لك ايه؟ ايه؟ وايه البتاع ده؟ ده اسمه التلفزيون. تلفزيون؟ اه. تلفزيون إيه؟ ايه التلفزيون ده؟ ده جهاز. بس. بيخاف من جهاز؟ بيخاف من الجهاز؟ ما تقولش جهاز تاني. العتبة جزاز والسلم نايله في نايله ويل. خلاص بقيت عادي. تمام. هو طب. بقى فول. تعالى بقى يا معلم اقول لك بقى، التلفزيون شايف المربع ده؟ اه. ده هنتفرج عليه كمان شويه، هيخرج منه ناس عن طريق سلك زي اللي في ايدك بالظبط ده. السلك ده هيخرج منه ناس؟ انت مجنون يا ابني؟ يعني السلك ده بيدخل ناس جوه الحيطه دي؟ اه طبعا. طب ازاي؟ وايه اللي ازاي؟ ايه اللي ازاي؟ عدي التلفزيون، ما احنا عدينا يا سيدي الاباجورات وتليفون وفي لابتوب وفي ايه كل حاجه جت على التلفزيون. اخلص انا عايز ضحك. ها يلا. هو قال عايز ايه؟ عايز ضحك. اخلص هنروح في داهيه. اخلص ضحك اهو. اخلص اخلص والمصحف هنمشي. طب خلاص بقول لك ايه؟ ايه؟ تعالى اقول لك. ايه؟ التلفزيون ده في ناس. اه. في طبعا رجاله. اه. مش عايز اشوف جنس رجاله في التلفزيون ده. تمام؟ عايزين بقى حاجه ايه؟ عايز تاكل كل الواد ده. اكل ايه يا عم؟ عايز ايه؟ عايزين نسوان. نسوان! ايوه ايوه النسوان. بس يا هجيب لك هجيب لك. حاضر اصبر. طب بتحرر ليه؟ هتعمل بيها ايه انت؟ ما تسكت.
اهدوا يا جماعه اهدوا. اهدوا طبعا انا معلش. عايزين حاجه زائد 18 تمام؟ طلبك عندي. عيب عليك. فهمني انت. انا فاهمك والله. ايوه. طلبك عندي. بص يا سيدي، التلفزيون ده بيشتغل بحاجه اسمها الريموت. بص. ايه ده؟ ده عايز حجر. ده ايه ده؟ حجر. انت متخلف يا ابني؟ افهم بس، ده عايز حجر قلم. وده ايه ده رف؟ ده حجر قلم. وسع قدامه من قدامه دلوقتي بقى عشان ما يوريش الحجر الطرش. اوعى من قدامه دلوقتي. ده انتوا عبط بقى، انتوا تحت النحله. في ايه يا عم؟ اتفضل اقعد وهجيب لك الحاجات الزائد 18 اللي بتحبها. حاجه اتفضل يا سيدي. حاجه رايقه. يلا وانت راح. انت حضنه ليه؟ اجري روح اقعد يلا. شوف يا معلم، هتشوف اللي عمرك ما شفته في الدنيا. قالت امك ايوه جعانه جعانه. معلش، هي دي رومي بتاعت العجله؟ اه. دي مش عايزه عجله، دي عايزه عجله حربيه. وبعدين يعني انت عايز تقنعني ان دي عدت بالسلك ده؟ احنا نقول كلام يتعقل ما تجننوناش. ايه ده بس؟ افهمك يا ابني، دي رصيعه في الحقيقه، الكاميرا بتتخن 5 كيلو، ودي واخدها 500 كاميرا. افهم، اسمع بس نشوف هتقول ايه الست العبقرية دي. نحن بنات عائلات محترمات نبحث عن المتعة في جميع الاتجاهات، بالطول بالعرض وكمان سامبوكسات. بتقول لك سامبوكسات، فاكرة نفسها اسمها الكنافة. يا ابني افهم، سيب الست تتكلم يا حبيبي. اتصل الآن على الرقم 1 2 عم حسين 3 4 في المطبعة 5 6 ما تجيبي حتة. ألو ألو. أيوة. مساء الخير. مساء النور، مين معايا؟ مع حضرتك زلط دقسوم الملقب بعنتيل الكهوف. زلط، قول لي انت بطولك ولا معك حدا؟ لا معي حدا. يا اهبل، قول لها ان انت لوحدك، لا تفتكر ان احنا عاملين حفله. يا عم عادي هتكفينا. انت متنحرر على ايه؟ زلط. ايوه. انت معايا؟ اه مع حضرتك. لا انا بطولي. طيب قولي مواصفات البنت اللي انت عايزها. يعني حضرتك تكون طويله، فرعه، بيضة وقشطة وطرية ومهلبية. عايز زيتون على الوش. ايه ده؟ انت جايب سي بي سي سفرة؟ جماعة اهدوا نسمع الست بتقول ايه؟ بعد اذن حضرتك ممكن ازود على المواصفات، تكون رجليها زي الفازة كده. ولا 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 مش عايز نسواها. مش عايز نسواها. ازود بس حاجات بسيطه على المواصفات بعد اذن حضرتك. يعني لو رجلها زي الفازه كده وبيضه وطويله وقشطه ورفيعه، عودها فرنساوي. عندك المواصفات دي؟ ده انت اكنك بتوصفني. الوليه دي كدابه، يا اما صادقه وبقيه الحاجات دي اتحشرت في السلك. يا ابني افهم، الكاميرا هي اللي بتزودها والله، بس دي الكاميرا اللي واخداها هاي ديفينيشن. ايوه حضرتك، ايوه انا عرفت حضرتك. الو. ايوه عرفت حضرتك. مين؟ مين؟ انت سما المصري. لا يا حبيبي انا مش سما المصري. امال انت مين؟ انا سما مارينا. قولي قولي يا زلط، عنوانك ايه؟ حضرتك انا 45 ورا الجبل شمال. ايه ده ورا الجبل؟ شمال. طب
طب ما تيجي ورا الجبل ونقضيها هبل. طب بقول لحضرتك ايه؟ قول. انا مش عايز المواصفات اللي فاتت. انا عايزك انت يا قمر. زعلت يا لهوي يا مراتي. مراتك جت. اقفل الريموت، اقفل التلفزيون، اقفل التلفزيون. ايه اقفل التلفزيون؟ يلا اقفل انت التلفزيون. يلا نلعب الكلب الحيران. يلا يلا خد. اوعى. يلا العب. يلا العب. ايه العب العب. ايه مراتي جايه؟ يخرب بيوتكم استنى في الجهاز. يا الليل الليل اللي يا ميمون. وكمان الليل اللي يا ميمون. انا اللي كنت مقضيها. طلع نازل كده الشاي. يا حبيبتي طبعا الشاي، ربنا يخليك، الف شكر. عاوزين حاجه تانية؟ عايزين مزه. ايه عايزين هزه؟ هز الاكل بسرعه عشان جاعوا. بروب ايه حشيش. إيه مناقيش، شويه مناقيش بقى على ذوقك يا قمر. وقرطاس لب اسمر. انت غبي. لب اسمر؟ لب اسمر ايه؟ ما تقولش لب اسمر قدام، هتفضحنا. انت متخلف يا ابني. ما لب اسمر دي عادي، هو اللب الاسمر نزل جدول عادي. قول قول لب اسمر يا حبيبي. عادي لب الاسمر. عادي. طب بقول لك ايه، ربع كيلو بقى لب اسمر عشان اما تيجي النسوان نبشر. ايه؟ لا لما يجوا الجيران هيشموا ريحه اللي خش جوه. بقول لك ايه، هو انتوا كنتوا مشغلين التلفزيون؟ كنا مشغلينه. كنتوا مشغلين قناه ايه بقى؟ قناه التوبه. هو في قناه اسمها التوبه؟ وورا قناه الرذيله على طول. طب هات كده بقى الريموت. الريموت عندك اهو، دايما ظلمان، هتشوفي حاجات كلها حكم ومواعظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة الفرسان للمنتجات المملة تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بنقدم منتجات كتير جدا لست البيت. بنقدم النهاردة واحد واثنين وثلاثة. ياه يا اخوانا يا اخوانا ياه. معنا النهاردة الشيخ خميس مدير التسويق بالشركة، هيقدم لنا كل منتجاتنا. اتفضل يا شيخ. السلام عليكم يا شيخ جمعة. اهلا، برحب بيك الاول الحلقة. معانا النهاردة اول منتج يا جماعة، اللحاف الجيري. لحاف جيري؟ ايوه لحاف جيري، جير خالص 100%. يعني اللحاف ده تتغطي بيه يحميكي من البرد ويجيب لك ربو على الصدر. ما انت حاطه جير على نفسي. ايه المنتجات المتخلفة دي؟ وعلشان كده يا شيخ بنقدم بخاخة لعلاج الربو. يعني احنا النهاردة بنقدم لك مرض الربو وعلاج من المرض. بجد حسبي الله ونعم الوكيل فيه. انا محضر لك مفاجأة النهاردة يا شيخ. يا ريت يا شيخ. معانا احدى جمهورنا اللي اشترى الحفنة وبيشكر فيه. انا هسيبه بنفسه يكلمكم على اللحاف. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ خميس النصاب صاحب الشركة، الحاج الدهول اللي بيشتري منتجاتنا. اتفضل يا حاج كلمنا على اللحاف. بصراحة اللحاف ده